آلاف الطلبة توجهوا منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، عرس ديمقراطي تشارك به ست كتل طلابية. العملية تسير وفق ما هو مخطط لها، وهذه الانتخابات الحقيقة بدأ الاستعداد لها منذ حوالي 3 أشهر، واليوم نصل لمرحلة التتويج. هذه المرحلة التي من خلالها سنقوم اليوم سيكون الاقتراع، وبعد ذلك سيكون الفرز. لقد أصدعوا آذاننا بخطابات. يأتي هذا اليوم بعد معركة دعائية أمس تمثلت بالمناظرة الطلابية، والتي حاولت من خلالها الكتل المتنافسة استخدام كافة الوسائل لإقناع الطلبة وكسب ثقتهم. قديش أثرت المناظرة الانتخابية والدعاية الانتخابية على تصويتك؟ بداية هي بتأثر، بس هي دورها التأثيري بيكون مبني على جميع الأعمال طول السنة، وليس فقط على المناظرة والدعاية الانتخابية، لأنه المناظرة والدعاية الانتخابية مبنية على الأعمال طول السنة. الطالب بيكون عارف شو بده ينتخب قبل المناظرة، على الأساس بيجي يحضر المناظرة وهو عارف مع مين رح يكون. أكثر شيء أهم الطلاب اللي هو الصفيين، فكثير طلاب بكوا يحاولوا إنه يرجع الصفيين، وهذا الشيء هو الأساس اللي رح يقلب الموازين. حلوة الجو الجامعة، أحلى وقت يعني لما يكون وقت الانتخابات. وعجكات ويك. يعني جميع الحركات حاليا بتحاول انها تاثر على الطلاب، بس الطالب طبعا اللي عنده وعي رح يكون عارف قبل ما يدخل انه مين رح يصوت ومين اللي رح يخدم مصلحته. انتخابات بيرزيت بتعكس الوضع في البلد، عرس ديمقراطي نزيهه وحزب واحزاب كتله وفاتح وحماس شبيبي، وان شاء الله بصير خير. وينتظر الالاف من طلبه بيرزيت نتائج الاقتراع لمعرفه الفائز بمؤتمر مجلس الطلبه المكون من 51 مقعدا، حيث من المتوقع الانتهاء من فرز الاصوات مساء اليوم. في ظل احتدام المنافسة بين الكتل الطلابية على الفوز بمجلس الطلبة، تحتفل جامعة بيرزيت اليوم بعرس ديمقراطي سنوي تشارك به كافة الأطياف والأطر الطلابية في محاولة لإقناع الطلبة وكسب ثقتهم. من جامعة بيرزيت وفاء عروري، تلفزيون وطن.